دايما واستمرارا مع هذا الملف الحقيقة، ونروح سريعا بقى إلى أسوان وبالتحديد أبو سمبل. زميلنا مصطفى سعد مراسل قناة دي إم سي من هناك بيرصد لنا إيه آخر الجهود اللي بتبذلها الدولة لتنظيم دخول، سواء كنا بنتكلم ولسه كنا بنتكلم على عودة المصريين أو دخول الأشقاء السودانيين. خلينا نروح سريعا لزميلنا مصطفى. مصطفى صباح الخير. مصطفى سعد زميلنا من أسوان وبالتحديد من أبو سمبل، صباح الخير. صباح الخير يا أسماء، نحن الآن متواجدون أمام العبارة التي تؤدي إلى معبر قسطل، وأيضا هناك العبارة الأخرى أو المعبر الآخر هو معبر أرقين، وهم المعبرين الأساسين الذين يتوافد عليهم السودانيين وأيضا الجنسيات المختلفة من الهند والفلبين ونيجيريا. ما زالوا يواصلون توافد العابرين والوافدين من السودان ومن الجنسيات والدول العربية والأجنبية المختلفة للحدود المصرية عبر هذه المعابر، وأيضا توفير الكثير من المساعدات الإنسانية والاجتماعية وأيضا الصحية والحكومية من خلال الحكومة المصرية التي تقدم الكثير من المساعدات الصحية التي تأتي من وزارة الصحة والسكان من خلال تجهيز الكثير والكثير من عربات الإسعاف والعيادات المتنقلة والكثير أيضا من الدعم النفسي الذي يأتي من المصريين ومن الأهالي ومن الأطباء إلى الأشقاء السودانيين والجنسيات الأخرى، وأيضا التواصل الكبير الذي يتم ما بين الأهالي وما بين العابرين والوافدين إلى الحدود المصرية، والمساعدات الكبيرة التي نتحدث عنها من جانب الأهالي الذين فتحوا المنازل إلى السودانيين إلى الأشقاء السودانيين والجنسيات المختلفة للوقوف عليها وأيضا للحضور إليها وتقديم جميع الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والتواصل إلى الأسر المتواجدة خارج مصر وداخل مصر. هناك الكثير والكثير من الوافدين والعابرين الذين عبروا ودخلوا إلى الحدود المصرية، ما يقرب من 20,000 من الجنسيات المختلفة ويزيد عن ذلك، و4,000 من المصريين دخلوا إلى الحدود المصرية ويزيد أيضا عن ذلك بتقديم الكثير والكثير من المساعدات من الحكومة المصرية التي تتمثل أيضا في وزارة النقل والتي تعبر عن وصول بعض الحافلات إلى هذه الحدود لمساعدة ونقل العابرين والوافدين من كل جنسيات العالم إلى مقاصدهم في كل محافظات الجمهورية. شكرا مراسلنا مصطفى سعد على يعني هذه التفاصيل. احنا من بدايه الاحداث واحنا بنتابع اكيد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام يعني تفاصيل القادمين من السودان من خلال معابر أرقين وقسطل على حدود مصر الجنوبيه، مصر والسودان طبعا، وطبعا جراء يعني الاحداث هناك والاشتباكات والقصف في الاراضي السودانيه. يا رب ترجع السودان الى استقرارها مره اخرى في القريب باذن الله.